من منا لا يشعر بالأسف أحياناً إن كان لا يتقن العزف على آلة موسيقية؟ وكم تمنى لو اهتم أهله في صغره بتعليمه العزف. فالموسيقى للإنسان أكثر من مجرد تسلية، هي غذاء للروح ووسيلة للتعبير ولغة عالمية يفهمها كل البشر على اختلاف جنسياتهم وقومياتهم ودياناتهم أيضا. تعليم الموسيقى للأطفال أمر مهم لتهذيب نفوسهم واكسابهم مهارات التركيز والانضباط والالتزام أيضا، ويفتح مجالا رحبا لتفجير طاقاتهم والتعبير عن ذواتهم. وبما أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فإن تعليم الموسيقى للأطفال في سن مبكرة يكسبهم مهارة العزف على آلة موسيقية بشكل أسرع، ما يزيد من فرصة تميزهم وبزوغ نجمهم حين يكبرون. نتعرف أكثر على هذا الموضوع، الموسيقى وفوائدها وكيف نعلمها للطفل ومن متى، مع السيدة روز حبو من بيروت، أستاذة جامعية ومدربة للعزف على الآلات الموسيقية. صباح الخير سيدة روز، طبعا اسم جميل وشايفين ورد قدامنا أيضا النور. روز، فصباح النور. مرسي كتير. أهلا وسهلا. صباح الخير سيدة روز. نتحدث يعني عن الأطفال والعزف على الموسيقى، لكن لما يجي في بالنا أطفال أعمار مختلفة، يعني خلينا نتحدث بداية عن العمر المناسب لتعليم الطفل الموسيقى، وبالتأكيد خلال الوقت القادم نتحدث عن أهمية هذا الموضوع. تفضلي. أكيد نحن العمر المعتمد لتعليم الموسيقى ما له عمر، لانه طيب بلش الولد يحكي هو ببلش على عمر صغير، يعني ما عم نحط له دفتر القراءه قدامه ونقول له قري تتعلم تحكي، يعني عم نعلمه لغه الام بالفطره. فليش لا انه يقدر يتعلم العزف على الموسيقى كمان بهيدي الطريقه. نعم، ولكن يعني هل الأطفال كلهم عندهم استعداد لتعلم الموسيقى؟ يعني أنا أعرف منين إن ابني أو بنتي حابين يتعلموا آلة موسيقية معينة؟ أعرف إزاي؟ هني ما رح يعرفوا، نحن اللي بنرشدهم ونحطهم على الدرب الصحيح. أكيد فينا نساعدهم، بنفرجيهم فيديوز على تي في أو على اليوتيوب أو على السوشيال ميديا، بس الولد إذا ما شاف قدامه ما رح يعرف أنه هيدا عباله يجربه أو عباله يحس يعزف على الآلة أو يتعرف على اللغة الجديدة. بس يعني خلينا أقول لك مثلاً دور الأهل دور كتير مهم، هو يبلش أيوة، ولكن مثلاً توعية للموسيقى. يعني ممكن ألاحظ على ابني بوادر حبه للرسم، يعني أنا مش هعلمه رسم، بس هو بشوفه ماسك مش عارفة ألوان، ماسك كذا البازل المكعبات، غاوي يركب، يعني قصدي أنه بيبقى فيه بوادر بتبان. هل الموسيقى يعني الموسيقى أفى من كلامك أنه ملهاش بوادر؟ صحيح. بلا اكيد لها بوادر، يمكن طيب. تسمعي بالبيت عم بيغني، يمكن هو كمان في من المدرسه اللي عم بيتعلم فيها يجيبها ويحملها وتشوفي بالبيت انه هو يقفي شيء جديد مع ابنه، عم يطلب شيء جديد، هيدا كمان له اثر كثير على المدرسه اللي عم بيتعلم فيها. طيب. يعني التوعيه الموسيقيه اللي صارت موجوده بالمدارس هيدي كثير بتساعد انه الاهل يكتشفوا هيدا الشيء بولدهم بقلب البيت. طيب، بعد ما اكتشفنا موهبة الطفل انه عنده حب للموسيقى او اي بادرة اخرى، شو نبدي معاه؟ يعني نبدا معاه نعلمه على ايش؟ هل نعلمه في داخل المنزل؟ هل نودي الى معهد مختص؟ هل عازف معين يجي يعلمه مثلا في داخل المنزل او في اي مكان اخر؟ كيف تكون البداية؟ تلعب دور المعهد الموسيقي والاستاذ دور كتير مهم واساسي، هن دور اذا بدنا نقول بيمشوا مع بعض، يعني بمعنى اذا المعهد هو منه مجهز هيدا الاستاذ انه تيقدر يعلم هيدا الطالب اللي عمره تحت 7 سنين، نحن بنذكر عم نحكي عن تعلم العزف على الموسيقى تحت عمر 7 سنين. يعني اذا الاستاذ منه مختص او منه قادر يوصل هيدا الرساله للولد، صعب كتير انه يخلي الولد يوصل لنتيجه. نعم. طيب يعني المرحلة الخطوة التالية، أي الآلات الموسيقية أبدأ أعلم ابني عليه؟ هل أسمعه كل الآلات وبعد كده خليه يختار أم كيف؟ أوكي، هلا نحن حكينا بالبداية أنه في توعية، هي ما بتجي هيك من الهواء وبنبلش نكتشف هيك فجأة الولد أنه عباله الموسيقى، هي بتبدأ شوي شوي، فإلها كل وحدة كل مرحلة إلها مرحلتها.
بس نوصل لمرحلة انه بدنا نعزف آلة، شو هي الآلة؟ مزبوط نسأل شو هي الآلة، او بيكون الولد ضايع اي آلة ماما بدي اعمل هاي او هاي او هاي. اوكي سوري بس انا عم بسمع ارجع صوتي. الولد هو ما رح يعرف الا من المعهد يلي عم بيساعده. هلا برجع بعيد وبكرر مثل ما قلت انه المعهد دوره كتير اساسي، بس الاستاذ دوره اساسي اكتر. راح الصوت. نعم تسمعينا سيد روز؟ احنا نسمعك بوضوح. اوكي اي آلة؟ اي اوكي اوكي. الآلة اللي هي الاسهل للولد هي آلة البيانو، بس هو منا يلي الوحيدة اللي بيقدر يبلش فيها بهيدا العمر. نرجع بنذكر انه العمر بين 3 و7 سنوات، هي كل الآلات في دق عليها، بس هي من الاسهل للبيانو لانه لوحة النوتات قدامه ما بده يعمل افار او مجهود يقدر يحمل الآلة ويعمل يتعب جسده. الآلة هي موجودة قدامه، ما عليه إلا أنه يطلع على الأستاذ ويطلع على النوت ويعزف. طيب أسهل آلات لهالأعمار. واضح. طيب بالنسبة يعني بالحديث عن هذه الأعمار، الأعمار الصغيرة، ممكن تعطينا يعني توضيح عن مدة الحصة اللي ممكن يأخذها في الموسيقى، سواء في اليوم الواحد سواء كم مرة في الأسبوع؟ يعني هذه بعض التعليمات يمكن تكون مهمة بالنسبة للآباء بالأخص، يعني بحيث يكون الطفل محافظ على تركيزه في الحصة وفي المحاضرات اللي يأخذها. بنذكر هون انه الطفل اللي عمره بين 3 و7 سنوات ما بتتعدى درجة تركيزه اكتر من 10 دقائق، فبالتالي بتصير عملية الحصة مش اكتر من 20 دقيقة. وبذكر انه الاهل بهيدا العمر انه مستحسن يكونوا موجودين بهيدي الحصة لسبب واحد، انه بيقدروا يساعدوا ولادهم بالبيت في حال انه عبر التسجيل، اكيد في حال هن نسيوا او تلبكوا او بيسالوا سؤال، هيك الاهل بيسترجعوا على الفيديو يلي تصور بقلب الحصه. ايوه صحيح. فاذا الحصه ما بتتعدى ال 20 دقيقه. صحيح. طيب ايه فوائد تعلم الموسيقى سيده روز؟ يعني الطفل اللي بيعرف يعزف بيفرق ايه عن الطفل اللي ما بيعرفش يعزف؟ الموسيقى بتنمي ايه عند الطفل؟ مظبوط. الفرق بنلاحظه بالولاد نحن بس يجوا لعنا، انه الولد اللي عم يتعلم موسيقى او بالاحرى على العزف على الموسيقى عنده وظائف عقليه وجسديه بتفرق عن غير ولد. بصير اول شيء بتخفف عنده القلق، بصير عنده رده فعل غير رده فعل الطفل العادي اللي ما عم بيتعلم العزف على الموسيقى. واكيد في لها حسنات على الحركه العقليه والجسديه، كله هيدا بيلعب دوره بنفس الوقت يعني وبيبينه بالولد. والأهل بيلاحظوا هيدا الشيء. ليه سيدة روز يعني ليه الموسيقى زي ما قلتي بتعمل كل ده وممكن تكون بتنمي الابتكار بتحسن الذاكرة، يعني ليه إيه العلاقة؟ لو تشرح لنا طبعا وانت أستاذة طبعا. هي مش قصة علاقة، هي لغة. برجع بذكر انه لما عم بتعلميه لغة هي لغة جديدة للولد، يعني رح يكون مميز عن غيره. نعم. فهيدا السبب رئيسي واضح انه عم نلقنه لغه جديده مش الكل الاولاد عم بيتعلموها، فبالتالي رح يكون مميز عن غيره. طيب احنا بالنسبه لنا راحت علينا ولا لسه الوقت عادي قدامنا؟ اللي ما تعلم طبعا يعزف على اي اله موسيقيه في صغره ممكن يتعلم في الكور يعني؟ احنا فوق ال3 سنين بحاجه بسيطه روز يعني. اوكي. نقدر روز ان احنا نتعلم الموسيقى في العمر الحالي؟ يعني احنا مثلا من صغرنا ما تعلمنا العزف على اي آلة موسيقية، فبالتالي بهذا العمر يعني راحت علينا ولا لسه الوقت قدامنا عادي؟ نحن ما عم نقول انه اللي ما عم بيتعلم موسيقى والعزف على الموسيقى هو ما عنده هالمهارات والاكتسابات يلي عم بتلقيها مثل غير ولد يلي عم بيتعلم موسيقى. اكيد موجوده عند كل ولد، يمكن تنوجد عنده بغير مطرح اذا بدنا نقول، مش ضروري بالعزف، بس نحن عم نحكي ونشدد انه قد ايه الطريقه لما بتبلش على صغر قد ايه لها افاده على كبر او الى انه متابعه بعدين بحياته للولد. بس اكيد في حيال حدا في بلش يتعلم على صغر على كبر بعمر شوي مؤخر. مش انه ضروري ومهم جدا انه يبلش على صغر، اذا ما تعلم بهذا العمر يعني خلص اتاخر. لا واضح. طيب روز، بيقال انه الطفل اللي بيتعلم العزف على آلة يعني إيقاعية زي الدرامز الطبلة بيبقى طفل شقي، والعكس لو الطفل بيتعلم على آلة هادئة ورومانسية وناعمة بيطلع هادئ. ايه رأيك؟
هلا هيدا منظور يعني كل واحد بفكر فيه، بس هلا اكيد يلي بتلاقي الام البيت انه ابنها كثير اكتيف وبده يطلع طاقه بده يطلع له اياها مش عارفه كيف، بتتجه للالات الايقاعيه اللي هي بتخليه هيك يطلع البوتنشل اللي عنده. بس في كمان اذا بدنا هيدا كثير عنده بوتنشل، فينا بالالات الرايقه مثل الفيولون والبيانو والجيتار فينا نهديه شوي. طيب براز، يمكن مو كل العوائل يعني عندها القدره الماديه انه تعلم اطفالها الموسيقيه في معاهد او في اكاديميات، فبالتالي هل ممكن تعليم الطفل الموسيقى في داخل المنزل؟ يعني انا اعرف شباب كثير من اصحابي تعلموا مثلا العزف على الجيتار عن طريق اليوتيوب، فهل من طرق مماثله ممكن نعلم بها طفل داخل المنزل؟ داخل منزل قصدك غير المعهد؟ طبعا يعني اي غير اي شيء يكون مكلف ماديا، لان مو كل العوائل تكون عندها القدره الماديه على انه يخلون اطفالهم في معاهد او في اكاديميات او يجيبوا لهم مدرب موسيقى. هلا المدارس بلبنان ببيروت بلشت تعتمد منهج جديد يلي هو ادخال التوعيه الموسيقيه بقلب الصفوف المدرسيه. هلا شوي شوي هذا الشيء عم يتطور وعم نلاقي نتيجته. هلا ما بقلب المدرسه ما عم بيكون في تعليم على العزف على آلة لكل ولد مخصص، اكيد هذا الشيء صار بده يصير بالبيت لحال مع استاذ مختص لهيدا الآلة. بس بقلب المدرسه صار في توعيه كثير كبيره، صار الولد عم بيشوف الآلات عم بيسمعها عم بدق عليها اوقات، في يعني توعيه موسيقيه بتشمل الايقاع السمع، اذا بدك كمان كيف يعمل الولد رياكشن على الميوزك. صرنا نسحب او صرنا نلاحظ الولد يلي هو ملم اكثر من الولد يلي هو مش ملم. طيب لو يعني طبعا قلت لنا الفوائد وحسستينا انه المفروض الاطفال على قد ما نقدر نعلمها آلة موسيقية وشيء مهم، طب لو انا اكتشفت ان ابني هو عازف عن انه يعزف على اي آلة، هو مش حابب، هو ما فيش آلة معينة بيحبها ومش حابب انه يتعلم موسيقى، هل ده مؤشر لحاجة معينة؟ هلا مش بالضرورة يكون شيء يعني سلبي، ما فينا نفكر فيه انه هو سلبي، بس برجع بعيد وبكرر انه نحن بدنا نوجه الولد، يعني بدنا مع الـ كيف بدي اقول لك، يعني الشغل حيكون مع المدرسة المختصة مع الاستاذ اللي هو كثير رح يلعب دور مهم انه يحببه بهيدي الآلة. ما بظن انه الولد رح يوصل لمرحلة انه يرفض، خاصة انه بذكر انه هيدا العمر اللي تحت عمر ال7 سنين عم ننقي له اغاني يعزفها يحبها، يعني اغاني هو بحب يغنيها، يعني اغاني بسمعها بالدولة بالبيت، يمكن هيدا الشيء بحفز انه الولد ينبسط لما بيعزف على هيدي الآلة وانه طلع هاي الغنية اللي هو ديجا بيعرفها، اللي هو بيعرفه عم يغنيها بالبيت، فهيدا الشيء رح يخليه بالعكس ينبسط ويفرجيه اكثر. واحنا انبسطنا يعني بحضورك معنا في برنامج يوم جديد وفي هذا الصباح، وتعلمنا يعني او تعرفنا على اهمية تعليم طبعا الاطفال الموسيقى والخطوات اللي ممكن واحد يبديها مع طفلة. سيدة روز حب، استاذة جامعية ومدربة عزف على آلات موسيقية، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا.